بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال الهيان رئيس الدوله حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقيتي تهنئه الى فخامه وفل رامكلاون رئيس جمهوريه سيشل بمناسبه ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس الدوله نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسه برقيه تهنئه مماثله الى فخامه الرئيس وفل رامكلاون